الآن مشاهدينا رح ناخذكم إلى فريق سعودي من جامعة الفيصل. هذا الفريق مكون من طلاب وطالبات هندسة ميكانيكية وكهربائية، صنعوا سيارة وهي سيارة سباق، صنعوها بأنفسهم عشان يشاركون في مسابقة عالمية تقام كل سنة في بريطانيا، هي الفورمولا ستودنت. رح نتعرف على الفريق ورح نرحب بضيوفي الآن في الاستوديو، سارة شاكر رئيسة قسم الرعاية والتسويق بالفريق، وعبد الله الشهري رئيس قسم الخدمات اللوجستية في الفريق. يسعد مساكم وحياكم الله. أهلا وسهلا، نورتونا اليوم في برنامج سيدتي. النور بوجودك إن شاء الله. خلينا نبدأ معك سارة أول شيء عن السيارة اللي أنتم صنعتوها. أول شيء نعرف المشاهدين على الفريق حقكم، من كم شخص أنتم وإيش مجالاتكم وتخصصكم؟ إحنا أول شيء الفريق اسمه الفيصل حيزوم. المسابقة اللي إحنا مشاركة فيها هي اسمها الفورمولا ستودنت، وإحنا رايحين القسم البريطاني. المسابقة هذه صار لها 20 سنة، وهذه أول مرة السعودية حتشارك فيها بإذن الله. حلو، فريقكم من كم شخص مكون؟ حوالي 40 شخص، بنات وأولاد. عبد الله، الحين أنتم يعني بنات وأولاد تشتغلون مع بعض في فريق واحد، كيف توزعون المهام ومن يشتغل أكثر، الأولاد ولا البنات؟ والله الصراحة يعني الطرفين كلهم إن شاء الله، يعني البنات والعيال كلهم فيهم البركة، وكلنا نشتغل على يعني أساس واحد. يعني مثلا أنا في التيم حقي عندي مكون من بنات ومن أولاد، وأيضا يعني كل واحد عنده مهام مختلفة سواء كان من البنات أو من الأولاد. فكل اللي هو من قائدين كل الفرق، كل واحد يقدر يعطي للمشاركين اللي تحته، اللي هم الطلاب اللي تحته، اللي هم يكون أقل ممكن في السنة الثالثة أو من السنة الثانية، فهو يقدر يعطي من خبراته أيضا عساس يفيدهم، ولأنها كمان تعليمية هي أكثر ما هي تكون هم فقط مشاركة في هذه المسابقة. نعم. بصراحة بدون تحيز، الشخصيات القيادية عند الأولاد أكثر ولا البنات؟ والله بصراحة تتفاجئ على عدد البنات القياديين بصراحة، يعني إنه يخش أول شيء مجال قوي زي الهندسة لازم شخصيتهم تكون قوية، فالحمد لله عندنا طلاب وطالبات رأيهم يهمهم في الفريق. ما شاء الله شادين حيلهم البنات. أيوه أكيد أكيد. أيوه. نسألك عبد الله، أنتم إيش تخصصاتكم غير الهندسة الكهربائية والميكانيكية؟ طبعًا في يعني الفريق ذم أكثر من تخصص من كل التخصصات إن شاء الله في الجامعة، اللي هي الكهربائية، الميكانيكية، الصناعية. أنا واحد من الصناعية الاختصارة من الهندسة المعمارية أيضا، فما في أي ليمت للدخول لهذه المسابقة أو الدخول لهذا السباق، فإحنا نستقطب جميع الطلاب، نرحب بكل الطلاب من شتى التخصصات الهندسية، وكل شخص وكل مهندس على حسب تخصصه وعلى حسب تجاربه في هذا التخصص يقدر يطبق اللي تعلمه خلال السنوات اللي يدرس فيها في الجامعة، فاحنا نستفيد أكيد يعني جدا من خبرات الناس وخبرات المهندسين والطلاب اللي عندنا في تطبيق الأشياء اللي تعلموها خلال دراستهم الجامعية. نعم، الفورمولا ستودنت هي مسابقة عالمية نقدر نقول، التزمتم بالشروط والمعايير؟ أكيد أخذنا الموافقة الأولى، والحمد لله إحنا من كثر ما هو فريقنا قوي الحمد لله دخلنا الكلاس 1. الكلاس 1 من 130 فريق يختاروا بس 80، والكلاس 1 يقدر يوصل لمرحلة السباق نفسها، فغير التصنيع وغير الخطة التسويقية اللي نحطها يعطونا الفرصة إنه نخش السباقات. فالحمد لله أخذنا على حسب المعايير اللي هم حطوها إحنا اتفقنا عليها. جميل. عبد الله، أكيد يعني كانت الفكرة هذه لأحد الموجودين في الفريق سواء كانوا الطلبة أو كان مدير الفريق، من كان صاحب الفكرة؟ أكيد صاحب الفكرة هو مديرنا، وجه له التحية الآن، اللي هو الأستاذ عثمان زفر، وهو طالب هندسة ميكانيكية سنة رابعة أيضا. الفكرة بدأت ونشأت يعني من منطلق جدا بسيط، يعني كان فقط يعني 3 طلاب يعني يتبادلون الحديث عن هذه المسابقة، والحمد لله يعني تطورنا وكلمنا الجامعة، والجامعة أبدت دعمها في رأيها في دعم هذه الفكرة كأول فريق سعودي يشارك في هذه المسابقة العالمية، والحمد لله وصلنا الآن إلى تقريبا 48 أعضاء الفريق الكامل، الآن تقريبا احنا 48 بنات ورجال، والحمد لله يعني وصلنا هالمواصيل وقبلنا مثل ما نوهت الأخت سارة في اللي هو الفئة الأولى. نعم، وخلاص السيارة صممتوها، جاهزة السيارة الحين للسباق ولا ما بعد جهزت؟ لا والله باقي ما جهزت للآن، ما في أي شيء ملموس، ولكن أنا أريد أن أنوه أن الصعوبة
في والتحديات الكبرى اللي تواجهها في تصنيع هذه السيارة هي ليست فقط تصنيع السيارة، نعم، بل هي في مرحلة التصميم الأولي. نعم، هنا في الصورة هذه على المونيتر إيش قاعدين تصنعوا؟ إحنا هنا في هذه الصورة قاعدين على الماكينة. إحنا هذه الماكينة إحنا جبناها من برا، طبعا في كل الفرق المسابقة أيضا في المشاركة في هذه المسابقة كل المكاين تأتي من يعني خارج التصميم. الماكينة يجب عليك أنك تأتي منها من مصادر أخرى. أما باقي السيارة مثل الشاصي مثل التصميم مثل أي شيء آخر مثل الكفرات كلها تصنع مع الفريق، يعني في الفريق هو اللي صنعها. ومن شروط المسابقة أيضا أنك ما تستعين بأي فريق خارجي أو مساعدة خارجية إلا يعني في حدود المعقول، في حدود جدا جدا يعني مضغوطة. يعني بس في جامعة الفيصل؟ اي نعم فقط. فقط اي احد من برا ممكن يعطيكم ملحوظة او معلومة غير مقبولة؟ لا صراحة يعني هي كانوا يعني حاطين حد معين لاتخاذ المعلومات او وصول المعلومات او ان واحد يجي ويساعدك في المشروع، يعني فقط معلومات بسيطة تقدر تتخذها او تقدر تاخذها من مصدر خارجي، الباقي كله شغل طلاب. أنا بس أريد كمان أني أأكد أنه الشغل كله طلابي، عندنا فقط واحد اللي هو الدكتور عبد الناصر، أوجه التحية إليه أيضا. الدكتور عبد الناصر هو المشرف علينا، هو فقط يوجهنا في كيفية تصنيع السيارة وتصميمها مساعدة فقط، ولكن هو لا يتدخل ويتضلع في أمور السيارة. هذه مشكلة الطلاب، أي كل المشاكل والتحديات اللي إحنا نواجهها هي بتكون علينا، وإن شاء الله أن بنحلها من خبرتنا. نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله أنكم تقدرون يعني وتكونون قد هذا تشالنج، يعني تحدي كبير بالنسبة لطلبة للحين ما بعد تخرجوا. سارة قلتي من البداية بأنه المسابقة هذه هي الأولى في المملكة العربية السعودية، أول مرة تدخل المملكة العربية السعودية مسابقة الفورمولا ستودنت، وش هدفكم؟ هدفنا بصراحة أن نحط معايير عالية للناس اللي بعدنا، حابين أنه نحفز الطلاب الهندسة عندنا انهم يخشوا المسابقه دي من بعدنا. عشان كده عندنا في الفريق نوعين من الناس، عندنا الكور اللي هم الاساسيين وعندنا الاسوشيت اللي هم المساعدين. نعم. احنا الكور نشتغل على السياره ونساعد ونعلم المساعدين عشان بعد ما احنا نتخرج هم ياخذوا من بعدنا الفريق. نعم، يعني انتم حابين تكونون المؤسسين لهذه المسابقه العالميه فيما بعد ان شاء الله. يعني الله هي هذه يعني نقدر نقول منها هي المسابقه هذه راح تكون الاولى والاخيره لكم؟ لا اكيد لفريقنا احنا، لا طبعا لفريقكم. ايوه ايوه كل سنه ان شاء الله يشاركوا فيها، بس احنا اول مره نخش الفريق ده وان شاء الله مو اخر مره باذن الله. ان شاء الله. هالمشاركه هذه عبد الله وش تعني لكم؟ والله المشاركه هاي تعني للكثير، وقبل لا تعني لنا احنا كفريق فهي تعني المملكه العربيه السعوديه كدولة، أن نذهب إن شاء الله يعني لبريطانيا ونوضع ونضع بصمتنا السعودية في حلبة السباق بإذن الله. نعم. إن شاء الله. من اللي قاعد يدعمكم الحين في هذه المسابقة كونها يعني راح تصبح مسابقة للمملكة العربية السعودية عالميا وهي الأولى من نوعها، إيش الجهات الداعمة لكم ومن هم؟ أول شيء الجامعة طبعا، أول شيء وآخر شيء هي جامعة الفيصل، تدعمنا بكل اللي نحتاجه. هي أعطتنا الرعاية المبدئية للسيارة، أعطتنا المكان، الغرف والأدوات اللي نحتاجها عشان نبدأ نبني السيارة هذه. إن شاء الله. متى عبد الله راح تكون المسابقة تحديدا؟ إن شاء الله بتكون من 23 من جولاي. بقي عليها يعني كم شهر؟ تقريبا 4 إلى 5 شهور. 3 أو 4 شهور تقريبا. هل الوقت هذا كافي ان تخلصون السياره وتصممونها بشكلها النهائي؟ والله هي المسابقه نفسها، الحكام في المسابقه والمشرفين على المسابقه هم من الشركات الكبرى في مجال السيارات. فهم عندهم اللي هم خطه مدروسه، انت لازم تسلم كل تقريبا من 2 إلى 3 أسابيع تقارير معينه. فاذا لم تجاري هذه التقارير يمكن استبعادك في اي لحظه. فبحمد الله يعني احنا ماشيين بالحمد الحمد لله. مسلمين كل التقارير اللي علينا، وامورنا ان شاء الله باذن الله ان سوف ننتهي في الوقت المناسب باذن الله. كم تكلفه السياره وهذه بعد يعني تصميمها وانتهائكم منها بشكل نهائي، كم راح تكون التكلفه عليكم تقريبا؟ حوالي 145 الف. يعني يعتبر شيء كثير؟ بصراحه شيء قليل للسيارات، عشان الفرق المتأسسة صار لها 5 إلى 6 سنين تأخذ إلى 1 مليون إلى 1.2 مليون.
لانه بس ودي سعرها عالميا السيارات الفورمولا كم؟ لا سيارات الفورمولا غير، احنا ما احنا في الفورمولا زي الفورمولا 1 اللي هو سباق الفورمولا 1، احنا فورمولا 1 مصغره تقريبا، يعني نفس اللي هي السيارات الجو كارتنج اذا عندك خبره فيها. فالسياره صغيره لانها برضو كمان عمل طلاب، بس الفيتشرز اللي فيها تقريبا مثل الفيتشرز اللي هي تكون متواجده في الفورمولا 1، سياره الفورمولا 1. أكيد يعني هذه كانت لكم المشاركة الأولى، يعني بكونها هي راح تكون أولى عالميا وحتى محليا أيضا لكم المشاركة الأولى في المجال، في مجال الفورمولا. طيب الأشياء الجاية إن شاء الله وش راح تكون خططكم المستقبلية؟ إيش حتكون بالنسبة لنا كأفراد يعني ولا بالنسبة كمسابقة؟ هل كفريق أنتم هل لكم أيضا مشاركات أخرى غير هذه الفورمولا ستودنت؟ لا احنا اول سنه حنخش المسابقه هذه، واحنا حابين انه نركز على المسابقه هذه ونطور نفسنا ونحط نثبت مكانتنا في المسابقه باذن الله. اذا ردنا ربنا اراد نخش المسابقات الاخرى ان شاء الله. اكيد احنا نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تكونون انتم من الناس اللي في المراكز الاولى في هذه المسابقه، كون المملكه العربيه السعوديه لاول مره راح تمثل وراح او راح تكون في مسابقه عالميه مثل هذه. اكيد لكم سائق مفكرين انه هو يكون موجود في السياره، حطيتوا ببالكم على احد؟ فكرتوا في احد معين؟ والله هو صراحه احنا اسبوعيا نتدرب يعني كل الفريق كامل الفريق عشان ما نظلم اي احد، تقريبا كل اعضاء الفريق اللي هم 48 كلهم يتدربون على سواقه السياره. اكيد والافضل بيثبت نفسه ان شاء الله هو اللي بيكون المؤهل لقياده السياره. الرقم واحد راح يكون هو اللي يسوق السيارة، هذه تعتبر مكافأة له أكيد. مستقبلا يعني كونها مسابقتكم الأولى هذه أكيد بيكون في فرق حتحب تاخذ هذه السيارة، أو من ممكن تكون من دول الخليج، ممكن هي أيضا تستخدم هذه السيارة، ممكن تشارك في مسابقات الفورمولا ستودنت، فهذا البلان راح يكون أوكي بالنسبة لكم ولا لا؟ أكيد ليه لا؟ طبعا احنا يعني هذا الموضوع كثير حلو، كثير حابين انكم تتكلمون عنه بشكل تفصيلي كونه راح يكون اول مره تشارك في المملكه العربيه السعوديه. تكلمنا بانه في جهات داعمه لكم وهي جامعه الفيصل هي الداعم الاول والاخير لكم، في جهات اخرى غير الجامعه؟ في جهات عندنا الحمد لله عقدنا مع سابق هي اللي حتكون عندنا التايتل سبونسر اللي هي اسمها حيكون جنب اسمنا احنا الفيصل حيزوم، وفي طبعا جهات مهتمه ولكن احنا في مجال النقاش لسه تدرسون الموضوع. حابين تقولون شيء لمشاهدينكم الان قبل لا نختم معكم الفقره؟ والله انا حاب يعني اشكر كل المشاهدين هذا اولا، وثانيا انا حاب ان كل المشاهدين يدعمونا من كل النواحي ومن الناحيه المعنويه اكثر شيء، لان احنا ان شاء الله بنروح و نعرض ان شاء الله سيارتنا وباذن الله انها تكون يعني في اولى المراكز ان شاء الله. وعلى فكره يعني المملكه العربيه السعوديه الان في يعني مرحله تغيير، في مرحله انطلاقه، يعني المشاركات مو بس في سيارات الفورمولا، حتى في كل المجالات الرياضيه، في المجالات الاقتصاديه، في المجالات الصناعيه، يعني ان شاء الله انها تكون المركز الاول بالطاقات الشابه الموجوده امثالكم. إن شاء الله. شكرا لك ساره. شكرا. شكرا لك عبد الله. شكرا لكم موجودين اليوم في سيدتي وكلمتونا عن هذه المسابقه. شكرا. مثل ما شفتوا مشاهدينا كانوا معنا عبد الله الشهري رئيس قسم الخدمات اللوجستية في الفريق، وسارة شاكر رئيسة قسم الرعاية والتسويق بالفريق. أما الآن راح نروح إلى فاصل قصير ونرجع. في سيدتي بعد الفاصل، علاقة الجبنة البلدي بشكوى آلام الظهر، حكاية نكشف أسرارها في سيدتي.